لحد الآن رانا نستكملوا في المؤسسات الانتخابية تاع الدولة، وانتم تعرفوا أن المؤسسة القاعدية الانستيتيوشن دو باز دو ليتا سي لا كومين، ومن بعد لا ولاية لي كوليكتيفيتي لوكال. صح ما عندهمش صلاحيات قوية اليوم، لأن مثل ما قلت صلاحيات تطلب إمكانيات، والإمكانيات ما هيش موجودة عندهم. الإمكانيات تقريبا كلها ممركزة ضرائبيا وغيرها. إن شاء الله هذا الشيء كل نراجعوه إن شاء الله في 2022 تكون مراجعة جذرية بالنسبة للجماعات المحلية إن شاء الله.